السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، نستكمل معاكم سلسلة دروس حياة 317 إلى الصف الثالث ثانوي، الدرس شوكيات الجلد. الأهداف اللي راح نتطرق إليها، راح نحدد الطوائف التي تنتمي إلى شوكيات الجلد، بعد ذلك راح نستنتج الخصائص العامة إلى شوكيات الجلد، راح نوضح الخصائص لكل طائفة من طوائف شوكيات الجلد، وأخيرا راح نبين فوائد شوكيات الجلد. بداية، ما المقصود بشوكيات الجلد؟ شوكيات الجلد عبارة عن حيوانات بحرية لها هيكل داخلي بأشواك وجهاز وعائي مائي وأقدام أنبوبية، ولأفرادها البالغة تناظر شعاعي. تصنف شوكيات الجلد إلى 6 طوائف. أول طائفة النجميات، الطائفة الثانية الثعبانيات، رقم 3 القنفذيات، رقم 4 الزنبقيات والقثائيات، كذلك اللؤلؤيات. ما هي الخصائص العامة لشوكيات الجلد؟ الخصائص العامة عندي 6 خصائص. بداية، هي عبارة عن حيوانات بحرية، هي عبارة عن حيوانات بحرية. الخاصية الثانية، لها هيكل داخلي، كذلك هيكلها الداخلي يحتوي على أشواك. لها جهاز وعائي، معظمها لها أقدام أنبوبية، ولأفرادها البالغة تناظر شعاعي. ننتقل إلى طائفة النجميات. طائفة النجميات ناخذ عليها مثال نجم البحر كما هو موضح لنا في الصورة. من أهم خصائصها إنها تتواجد في المناطق المياه الضحلة أو في المياه المتبقية بعد الجزر، أو كتكون ملتصقة بالصخور. أغلب أنواعها لها 5 أذرع مرتبة حول قرص مركزي كما هو موضح لنا في الشكل، هذا عبارة عن شكل نجم البحر. كم ذراع يمتلك 5 أذرع؟ بتكون حول قرص مركزي. لها أقدام أنبوبية تستعمل للتغذية والحركة، كذلك تلتصق بالصخور بواسطة الأقدام الأنبوبية. رقم 4، تشكل نجوم البحر مفترسات مهمة في النظام البيئي البحري. ليش؟ لأن راح تتغذى على المحار وغيره من ذات المصراعين. فينطرح علينا سؤال عزيز الطالب، فسر لا يشكل نجم البحر غذاء لأي مفترس بحري. ليش؟ بسبب جلده الشوكي، بسبب الجلد الشوكي. ننتقل إلى طائفة ثانية وهي طائفة الثعبانيات، مثال عليها كما هو موضح لنا في هذا الشكل، وهو نجم البحر الهش. ما هي أهم خصائص نجم البحر الهش؟ عبارة بداية، يعيش في البيئات البحرية، لو سألونا عن مكان المعيشة، لمعظمها 5 أذرع نحيلة ومرينة كما هو موضح. لاحظ عزيز الطالب، هذه الأذرع من مميزاتها إنها تكون نحيلة ومرنة جدا. ننتقل إلى خصائص طائفة الثعبانيات، تفتقر لوجود ممصات على أقدامها الأنبوبية، لا تمتلك ممصات، كذلك تتغذى ليلا على المواد العالقة عن طريق أشرطة مخاطية لاصقة بين أشواكها. رقم 4، تستجيب بعض نجوم البحر الهشة إلى الضوء، كذلك لها أنواع يفوق عددها أي طائفة من شوكيات الجلد، فهي العدد الأكبر من شوكيات الجلد. لو لاحظنا عزيز الطالب هذه الصورة، هذه تتمثل في السلة النجمية، هي نوع من أنواع نجوم البحر الهشة، تمتد أذرعها المتشعبة نحو التيارات لترشيح الغذاء.
فمن الممكن ينطرح لنا سؤال: ما هي أهمية هذه الأذرع المتشعبة؟ هذه الأذرع اللي قاعد نلاحظها في الصورة، ما هي أهمية هذه الأذرع؟ هذه الأذرع تمتد لترشيح الغذاء. ننتقل إلى طائفة أخرى وهي طائفة القنذفيات، مثال عليها قنفذ البحر الشوكي ودولار الرمل. أهم خصائصها وهي الاختباء هو الصفة الرئيسية للقنذفيات، فبالتالي يختبئ قنفذ البحر عادة في الشقوق الصخرية، بينما يختبئ دولار الرمل في وين؟ من اسمه دولار الرمل، راح يختبئ لنا في الرمل. أجسامها مدعمة بهيكل داخلي به أشواك، نفس ما نلاحظ هذه عبارة عن الأشواك، فهذا عبارة عن الهيكل المدعم بالأشواك. نستكمل خصائص طائفة القنفذيات: لكل منها أو لكل منهما جسم مضغوط محاط بهيكل داخلي يسمى بالقشرة. فما المقصود بالقشرة؟ هذا هو شكل دولار الرمل. فينطرح علينا سؤال: ما هي القشرة في القنفذيات؟ القشرة تتكون من صفائح، هذه الصفائح تكون مرتبة متلاصقة متكونة من مادة أساسية تسمى كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم وهي تكون شبيهة بالصدف، حيث تمتد الأقدام الأنبوبية عبر ثقوب القشرة. فمن الممكن ينطرح علينا سؤال: ما المادة المتكونة من القشرة في القنفذيات؟ عزيز الطالب نقول هي عبارة عن كربونات الكالسيوم. يفتقر كل من قنفذ البحر الشوكي ودولار الرمل إلى ماذا؟ لا يمتلكون الأذرع، فبالتالي تقابل القشرة فيها نظام الأذرع الخماسي الموجود في نجم البحر ونجم البحر الهش. خصائص طائفة القنفذيات نستكملها: معظم قنافذ البحر الشوكية لها أجهزة للمضغ موجودة داخل وين؟ موجودة داخل الأفواه، داخل أفواهها. فلماذا تسمى أجهزة المضغ في قنافذ البحر؟ هذه هني أجهزة المضغ، هذه عبارة عن شكل فم قنفذ البحر. ينطرح علينا سؤال: لماذا تسمى أجهزة المضغ في قنافذ البحر بمصباح أرسطو؟ ألاحظ هذا هو عبارة عن مصباح أرسطو. لاحظي أو نلاحظ عزيز الطالب، سميت بمصباح أرسطو نسبة إلى العالم اليوناني أرسطو لأن كل منها يتكون من خمس صفائح تشبه الأسنان. يسمى هذا الشكل مصباح أرسطو نسبة إلى العالم اليوناني أرسطو. ففي تشابه ما بين شكل فم قنفذ البحر مع مصباح أرسطو، هذا هو مصباح أرسطو. فبالتالي ننتقل إلى خصائص طائفة الزنبقيات، مثال عليها عندي مثالين. بداية زنابق البحر المتمثلة في هذا الشكل هو زنبق البحر. المثال الثاني نجم البحر الريشي. ما هي أهم خصائصها؟ زنابق البحر ونجم البحر الريشي يختلفان عن بقية شوكيات الجلد بأنهما حيوانان ثابتان جالسان في جزء من حياتهما، يعني في فترة من فترات حياتهم بيكونون جالسين غير قادرين على الحركة. نستكمل خصائص طائفة الزنبقيات. بالنسبة إلى زنبق البحر أو زنابق البحر، لأجسام زنابق البحر شكل زهري محمول على ساق طويلة متمثل في هذا الشكل. عزيز الطالب لاحظ إن هذا هو الشكل الزهري، هذه هي الساق وهذا الشكل الزهري. أما بالنسبة إلى نجم البحر الريشي متمثلة في هذه الصورة،
هذا عبارة عن نجم البحر الريشي. أذرع نجم البحر الريشي بتكون طويلة طويلة وممتدة إلى أعلى ومتفرعة من منطقة مركزية. فبالتالي هذه الزنبقيات تتغذى بمد الأقدام الأنبوبية والأذرع في الماء لتلتقط المواد العضوية العالقة فيه. هذه بتكون طريقة التغذية إليها. ننتقل إلى الطائفة رقم 5، عبارة عن طائفة القثائيات. مثال عليها بيكون خيار البحر. من أهم خصائصها خيار البحر هو المتمثل في هذه الصورة. فخيار البحر خصائصه لا تشبه شوكيات الجلد الأخرى. فينطرح علينا سؤال، كيف من الممكن أن يتحرك خيار البحر؟ ما هي طريقة حركته أو ما هي آلية حركة خيار البحر؟ يتحرك خيار البحر ببطء بواسطة أقدام أنبوبية. هذه الأقدام الأنبوبية تساعد على إحداث ماذا؟ راح تصير إليه انقباضات داخل الجسم العضلي، فبالتالي راح يتحرك خيار البحر. فخيار البحر كذلك من خصائصه هو الحيوان الوحيد الذي يكون السطح الخارجي لجلده لينا. فهو السطح الخارجي بيكون لين نفس ما نشوف في هذه الصورة. هذه السطح الخارجي يكون لين. لماذا يتم تشبيه تغذية خيار البحر بعملية لعق الإصبع؟ فليش يشبهون تغذية الخيار اللي هي تغذية خيار البحر بعملية لعق الإصبع؟ نقول لأن تحورت بعض الأقدام الأنبوبية، راح تكون لوامس، لوامس تغطى بالمخاط تمتد حول أفواهها. ليش؟ علشان تمسك بجزيئات الغذاء العالقة، ثم راح تنتقل للفم حيث يتم امتصاصها، وتسمى هذه العملية بلعق الإصبع. فمن الممكن عزيز الطالب هذه الآلية يسألونك إياها، ما لماذا يتم تشبيه خيار البحر تغذيته بعملية لعق الإصبع؟ نكمل خصائص طائفة القثائيات. مثال عليها نفس ما قلنا خيار البحر. كيف تتم عملية التنفس؟ ننتقل إلى أي عملية؟ عملية التنفس. نقول إن خيار البحر هو المخلوق الوحيد له أعضاء تنفس، شو نسميها؟ الشجرة التنفسية. ألاحظها وين الشجرة التنفسية؟ هذه عبارة عن الشجرة التنفسية. ما هي أهمية هذه الشجرة؟ حيث تضخ أنابيبها المتفرعة ماء البحر للداخل عبر الشرج ليستخلص الأكسجين، فبالتالي تقوم بعملية الإخراج وطرد الفضلات والحفاظ على التوازن البيئي. فلا بد من الإشارة إن خيار البحر ما يميزه هو وجود الشجرة التنفسية. هذه عبارة عن الشجرة التنفسية ولها دور في عملية التنفس. ننتقل إلى طائفة جديدة وهي طائفة اللؤلؤيات. مثال عليها كما هو موضح بالشكل هني، اللؤلؤة البحرية أو أقحوان البحر. بماذا تتميز؟ ما هي خصائصها؟ يقول لنا إن قطرة أقل من 1 سنتيمتر، ليس لها أذرع. لاحظ الشكل هني، لاحظ الشكل عزيز الطالب، لا يمتلك أذرع. كذلك توجد الأقدام الأنبوبية حول قرص مركزي. نستكمل. من الممكن ينطرح سؤال، فسر من الصعب تصنيف اللؤلؤية البحرية ودراستها. ليش؟ لقلة أعدادها، لقلة أعدادها، فلذلك نقول لقلة ما وجد منها، فلذلك من الصعب أن يتم تصنيف اللؤلؤة البحرية ودراستها.
ننتقل إلى أهمية شوكيات الجلد. فوائدها بالنسبة للإنسان تتشكل أو تتمثل في إن خيار البحر وقنفذ البحر يشكلان مصدر غذائي للإنسان، حيث تؤكل ماذا؟ تؤكل عضلاته، فمصدر غذائي رقم واحد. هاي بالنسبة للإنسان، لابد من التركيز، من الممكن أن ينطرح لنا عدد من الفوائد. فهني إحنا قاعدين نقول بالنسبة للإنسان، كذلك يضاف خيار البحر المجفف لإعطاء النكهة إلى الطعام. رقم ثلاثة، يؤكل بيض قنافذ البحر. فبشكل عام بيكون في عملية التغذية. ننتقل إلى فوائدها بالنسبة إلى النظام البيئي. شفنا أن الفوائد بالنسبة للإنسان تتمثل في التغذية. نروح للنظام البيئي. هناك علاقة تعايش بين شوكيات الجلد وبعض الحيوانات البحرية، مثل أنواع نجم البحر الهش التي تعيش داخل الإسفنج. فما هي نوع العلاقة اللي راح يكونها أو تكونها بعض شوكيات الجلد مع بعض الحيوانات؟ بتكون علاقة تعايش. رقم اثنين، يحافظ قنفذ البحر على النظام البيئي. كيف يحافظ قنفذ البحر على النظام البيئي؟ من خلال التغذية على الطحالب، فبالتالي بيكون له دور في الحفاظ على التوازن والنظام البيئي. رقم ثلاثة، يقول قنفذ البحر وخيار البحر يتحركان، أو قنفذ البحر وخيار البحر تحرك الرواسب فتوفر المواد العالقة للمخلوقات البحرية الأخرى. فهاي بالنسبة للفوائد للنظام البيئي. ففوائد شوكيات الجلد مثلناها بالنسبة للإنسان وبالنسبة للنظام البيئي. من الممكن أن نختبر أنفسنا أعزائي الطلبة من خلال هذا السؤال: لا يشكل نجم البحر غذاء لأي من المفترسات البحرية، ليش؟ ما راح يشكل غذاء؟ بسبب ماذا؟ نقول بسبب إن له جلد شوكي، يمتلك جلد شوكي لا يشجع المفترسات البحرية على تناوله، يعني بسبب الجلد الشوكي الذي يمتلكه. نلاحظ السؤال الثاني: فسر لا تستعمل نجوم البحر الهشة أدرعها في الحركة كما يفعل نجم البحر، ليش؟ لأن راح تفتقر لوجود الممصات على أقدامها الأنبوبية. السؤال الثالث: اشرح كيف من الممكن أن تتحرك نجوم البحر الهشة. كيف تتحرك نجوم البحر الهشة؟ راح تكون تتحرك بطريقتين. الطريقة الأولى عزيز الطالب، إما راح تكون بالتجديف بأجسامها فوق القاع الصخري أو الرسوبي، يعني من خلال عملية مهمة هني اللي هي عملية التجديف. أو رقم اثنين، أو اللي هي الطريقة الأخرى، تحريك أذرعها بحركة تشبه حركة الثعابين. شكراً أعزائي الطلبة لحسن متابعتكم، وبالتوفيق جميعاً.